الشهرة منو فينا ما يدور عليها؟ ولكن إن اسمك يرتبط بالشهرة بشيء زين يرفع اسمك ويرفع اسم ديرتك هو اللي قاعد ندور عليه. في برنامجنا من يستحق الشهرة راح نكون نلتقي مع ضيوف مختلفين في مجالات مختلفة في مجالاتهم اللي هم مهتمين فيها وقدروا ينجحون فيها وتوصلهم بالكويت للعالمية. فخلنا نكتشف منو ضيفتنا اليوم. حياكم الله. ضيفتنا اليوم اختارت قضية معينة تركز عليها. القضية هذه للأسف بالفترة الأخيرة مع السوشيال ميديا كل مالها قاعد يتم تسليط الضوء عليها بشكل يبين مدى وحشيتها وهمجيتها. لكن مها الخطيب اختارت أنها تركز على الجانب الإيجابي من هذا الموضوع وهو حل هذه المشكلة بكل اللي تقدر عليه. حياك الله معنا في من يستحق الشهرة. يعطيكم العافية دائما على تسليط الضوء على الطاقات الشبابية الكويتية. أكيد، وأنت طاقة شبابية كويتية قاعد تركزين بكل اللي تقدرين عليه أنت وفريقك التطوعي عشان تنقذون اللي ممكن يتم إنقاذه. نعم. كلمينا شوي عن كير كويت. كير كويت بالبداية هو يمكن نقدر نقول يعني هو مو فريق تأسس، هو فريق وجد نفسه على الساحة. يعني أنا بحكم أني ما كنت عايشة في الكويت قبل 7 سنين رجعت الديرة وكنت حابة أني أتطوع بما أن هذا كان مجالي حتى في خارج الكويت. فلما رجعت الكويت حبيت أني أتطوع، ما لقيت المكان اللي يحتضنني إذا نستطيع في هذا المجال. فبديت أشتغل بروحي، وخلال تقريبا أشهر وجدت نفسي يعني مع مجموعة من المحبين لنفس المجال اللي أيضا يبحثون عن من يحتضنهم. فصار في فريق كير كويت. بما أننا قمنا نتعامل مع خارج الكويت كثيرا، في التعامل مع بعض الشركات والمحال اللي موجودة في الكويت، فكانوا هم يبون أن يكون في مظلة يعني تميزنا عن غيرنا، فاخترنا كير كويت علشان نتميز شوي عن غيرنا. أنتوا عندكم مسمى حق هذا الفريق التطوعي هو إنقاذ الحيوانات عزكم الله المتضررة. صحيح. من البشر. صح. هل هذا الموضوع بازدياد ولا بنقصان حتى بظل وجودكم أنتوا؟ للأسف كوننا في بلد إنساني ومسلم قاعدين نشوف حالات مخيفة، والله أقدر أسميها مخيفة من غير ما أبالغ. هي في عنف موجه تجاه خصوصا يعني عزيز السامع الكلاب. عندنا إحنا في الكويت كلب معناته أنه أقدر أسممه، أقدر أني أرميه، أقدر أني أحرقه، أقدر أني أدعمه. فهذه الحالات اللي احنا قاعدين نحاول نحن نوعي الناس ان في حلول قبل اللجوء الى القتل. صحيح. في انك تلجا الى احد، ما لقيت حل عقب محاولات. صح. ولجات للقتل، على الاقل انا اكون شاكرت لك محاولاتك. صح. فهذه اللي نبي نوصل لها في النهايه، يعني التعامل مع الموضوع بانسانيه اكثر، بحرفيه. انت انسان عندك عقل، ما يصير تقول والله هو قاعد يي ولا هو قاعد يسوي. في طرق تقدر انك تستخدمها قبل لا تلجا الى الاقصى. صحيح، ولكن اكيد وانا يعني اشوف الجهود هذه على اكونتاتكم في السوشيال ميديا وفي وايد ناس يفضلون انهم حتى يشترون الحيوانات الاليفه على انهم يون ياخذونهم منكم انتم ويتبنونهم بهالحاله. ما تسمعين جمله ليش معورين راسكم انتم؟ ايش قاعد تسوون؟ خلاص خلوهم، يعني هو مكتوب لهم ان هذه بيئتهم. هذه طلال يمكن اكثر شيء نسمعه، ويمكن حتى في البدايات من عائلته، من عائلتي نفسها هي اللي كانت تقول لي ترى هذه مضيعة للوقت، للجهد، حتى النفسية، يعني أن أيضا تتأثر من مثل هذه الأشياء اللي نمر فيها، خصوصا مثل ما تفضلت أن إحنا ننقذ حالات صعبة. صحيح. فنعم نلقى وايد من هذه التعليقات. سبب تركيزنا عليها هو لأن ما في أحد غيرنا قاعد يسوي كذي. قليل جدا، يعني إحنا فئة منقذي الحيوانات في الكويت فئة جدا قليلة. نحاول نسوي اللي عليه، حتى لو احيانا نتعب ونقول خلاص ما نبي نكمل ما نقدر. توصلنا اتصالات، توصلنا صور، ما تقدر تقول والله انا مالي شغل، شلت. صح. ايدي من الموضوع. صح. مضطر انك تتدخل. صح. فهذا اللي يخلينا نحن نستمر في الموضوع. كم سنه صار لكم تقريبا؟ 7 سنين. 7 سنين. الفريق قاعد يكبر؟ الفريق نفسه يعني الاعضاء اللي بديت معهم عائلتي اقدر اسميهم معي، يكبر في المتطوعين. أوكي. يكبر في الشريحه الاستيعابيه. لكن كمتطوعين نفسنا احنا مجموعه صغيره ومتمسكين ببعض. والمكان اللي انتم قاعد تؤون فيه هذه الحيوانات المتضرره نقدر نقول ان احنا ما عندنا ملجا. أوكي. احنا ما وصلنا هالمرحله من 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 التطور نستطيع نقول بما يخص المجموعه. وانا اساسا ضد فكره الملاجئ، ان اعتمادك انه يكون عندك ملجا معناته عندك مكان. خلاص. فممكن الحيوان يظل فيه، ويمكن نقدر نقول
تستسهل المجهود. صح. بما ان الحيوانات قاعدين يضلون عندنا في البيت نضطر ان احنا نستعيل في الموضوع. يعني احنا مثلا اول امس ارسلنا 4 كلاب، 6 كانوا مع الاثنين اللي قبلهم من يومين، و12 قط من الحالات الخاصه، المعاق، الاعمى، الواحد اعمى واصم. فيعني ان هذه الاشياء قدرنا ان احنا نوصلهم لكندا قبل يومين. لو عندي مزرعه يمكن استسهلت وخليتهم وصار عددهم هائل وصار في تكديس. صح. وهذا شيء مضر للحيوانات وللبيئه. صح. ولكن لما تقولين طرشتوهم كندا، هل هذا معناته ان كان في ناس عندهم اهتمام طبعاً. ولا ملاجئ ثانيه؟ لا لا لا، ما اتعامل مع ملاجئ خارج الكويت، اتعامل مع شخصيات قابلتها. اوكي. فقبلها خلال هالسبع سنوات رحت زرت فرق عديده في امريكا وفي كندا، بحكم ان امريكا وكندا ايضا فيهم ملاجئ وفي حيوانات ايضا محتاجه مساعده. فاضطر اتعامل مع مجموعه تركز على الحيوانات خارج البلاد اللي هي تكون فيها، سواء كان كندا او امريكا، بنفس الوقت تساعد الملاجئ اللي هي يسمونها الكل شلتر، الملاجئ اللي الحيوانات فيها تعرض للقتل او ممكن ان يتم قتلها في حال لم يتم التبني. فيصير في نوع من التعاون، لما يكون ما عليهم ضغط نبدا احنا ندز لهم الحيوانات اللي تحتاج ان هي تروح. حلو حلو. اذا بما انك انت مطلعه على الوضع في كندا، في امريكا، يمكن في اوروبا، وهم بالكويت كحاله خاصه اكثر، هل تشوفين ان الحالات اللي عندنا من الحيوانات المتضرره من البشر ايضا موجوده هناك؟ ولا احنا عندنا نوع مختلف؟ لا لا، موجود في كل مكان. أوكي. الشر موجود في كل مكان، الفرق القانون. يعني انا لما كنت في امريكا وفعلا رحت وتعاونت مع احد الفرق اللي هو الانيمال كنترول، ولما كان في احد قاعد يعامل الحيوان اللي عنده بطريقه جدا سيئه، قدرنا نروح مع الانيمال كنترول وخذنا من الحيوان. احنا ما عندنا هذه القوه في الكويت. احنا في تصوير واضح حق احد قاعد يعذب حيوان. صح. او يكون في دليل ان هذا الشخص سوى كذي في هذا الحيوان، لكن ما عندنا القوه القانونيه ورقيا. فيه احنا عندنا قانون الجزاء يحتم على الشخص انه يعاقب بقانون بالحبس او بالغرامه. أوكي. لكن غير مفعل، لان المجتمع مو متقبل هذه الفكره. أوكي. ان انا اودي مثلا ولد السجن عشان والله عرفت يعني، هذه الفكره اللي دائما احنا نسمعها. فالفرق هو القانون وتنفيذه. اوكي، معناته ان كل الجهود اللي قاعد تسوونها، في ناس قاعد يهاجمون جهودكم، نقدر نقول يقولون ايش قاعد تسوون؟ لا خلاص هذيلي يعني اقصى حيوان مثلا، عارفه شلون؟ فهل في ناس قاعد تهاجم هذه الجهود؟ هل تتعرضون مثلا لرسائل ناس تقول لكم عكس التقدير مثلا؟ اي هذا شيء تعودنا عليه، ما قام ياثر فينا من كثر ما نسمع. أوكي. الحلو في الفريق اللي انا اقدر اقول اتعامل معاه في الناس اللي معي، انهم اوكي احنا هدفنا مساعده الحيوان، بس هذا مو معناته اذا كان في انسان محتاج نقول له والله لا احنا بس نساعد حيوانات. راحوا كل مره كان في حمله تبرع في الدم كانوا فيها، كل مره كان في حمله لتوعيه في شان معين باي قضيه من قضايا اللاجئين وقضايا الفلسطينيين وما شابه، كان في هناك تدخل وتحرك وتوعيه من هذا الجانب. الناس اللي ما ترضى على كلب او قط تعبان ما راح ترضى على انسان يكون قاعد يعاني، فهناك في نوع من الحس المسؤول في ان اذا نقدر نسوي شيء حق اي كائن محتاج نروح نسوي. هذا اللي ابي اوصله. صحيح، لان بالنهايه الكل محتاج يعني. بالضبط. ويمكن مع بعض الدول عندهم وضعهم في حروب وغيره ولاجئين ومشاكل، فالناس تقول لك ليش تركزين على الحيوان عاد ان شاء الله. صحيح. بينما شوفي الانسان شنو قاعد يمر. بس الجميل يمكن النقطه المهمه في هذا الموضوع ان ما اكثر جمعيات المساعدات الانسان كل اخواننا في جميع البلدان والكويت خصوصا. يعني الكويت مو مقصره بحق اي احد، والهلال الاحمر الكويتي من الجهات اللي احنا وايد نتعامل معها. نعم. فهذه هذا الموضوع، لما احد يقول لنا ساعدوا اخواننا في البلد الفلاني، نقول له هذا حساب تقدر تتعامل معه، يوصل المساعدات بنفسه الى هذا، اذا ما تبي تتعامل مع الجهه في هالجهه، اذا ما تبي تتعامل مع هالجهه في هالجهه. صحيح. ففي جهات لا تلومنا، وانت حتى نمله ما راح تساعد يعني. صح. فان لازم يكون في عندك رغبة في المساعدة. نعم. للأسف اللي ينتقدنا في هذه الطريقة لا يساعد هذا ولا يساعد. صحيح صحيح. يمكن بالفترة الأخيرة ما نشوف في حركة صارت الهدف من أساسها هو أن نحافظ على عيالنا أو نحميهم، اللي هي في بعض المناطق يمكن الجديدة في الكويت اللي تو الناس بدأت تسكن فيها، لأنها مهجورة أو كانت بر فترة طويلة، فيكون عز إن شاء الله فيها كلاب ضالة إن من حاشة أو غيرها، فخلاص صارت نوعا ما وحشية، وكونها وحشية في ناس توهم سكنوا بهالمنطقة يشوفون الوضع يقولون لا هذا بنظل كذي، يعني ما يقدرون يلعبون مثلا بالحديقة أو غيره، ممكن وفي بعضهم تعرض للهجوم من بعض. صح. الكلاب بالتحديد يعني، فطريقتهم لحل المشكلة كانت تسميم هذه الكلاب.
شنو رايك بهذا الموضوع؟ طبعا يعني لا هذا صح ولا هذا صح، شلون ممكن ينحل؟ هي المساله مساله ضمير اولا، يعني في البدايه انا مع انهاء قضيه الكلاب الضاله، هذه قضيه ما المفروض انها موجوده. نعم. وبلدان عديده واجهت هذه المشكله وقضت عليها. نعم. احنا اللي المفروض التنفيذ، وعلى فكره قدمنا احنا كذا خطه لكن ما قوبلت بتشجيع او تونا قاعد نتكلم عن هذا الموضوع. نعم. طبعا تحت. نعم. التصوير. ففي عندك هذه النقطه، في خطط تقدم، في خطط تدرس، في خطة أكشن كانت موجودة على الطاولة لكن ما نفذت. فهذه عندنا إحنا مشكلة، أن أنت عندك الطريقة للتخلص من الكلاب طريقة إنسانية، اللي هو الحد من التكاثر عن طريق عمليات التعقيم. كم الحين هائل، ففي هناك طرق لتعاملها. إحنا ما عندنا ملجأ عشان نقدر نحوي عدد من الكلاب. لما أحد يكلمني أقول له أنا آسف ما عندي مكان أخذ كلاب ضالة، ولا ودي أني أقدر أساعد لكن بهالموضوع أنا ماني قادرة أني أسوي شيء. ضد الموضوع، وضروري يكون في هناك تحرك حكومي من هذه الناحية بطريقة إنسانية. مثل ما تفضلت يعني أنه خطر، لكن الأغلب على فكرة ترى خواف في حالات. أوكي. إحنا في حالات هجوم صارت، لكن حالات الهجوم مو كثر حالات الناس اللي قاعدين يهجمون على الحمام بسبب وجودها. ولا ننسى أن هذه أساساً كانت بيئتهم، وإحنا وصلنا لهم بحكم التوسع العمراني في الكويت. نعم. فالمشكلة كانت أولاً وأخيراً هو الترتيب لحل هذه المشكلة من قبل الحكومة. هل بما ان يعني انتم بهذا المجال اكيد في دراسات وايد ومطلعين على امور ثانيه، هل الدول المجاوره، هل الدول الثانيه في العالم كله عندها هذا الكم من الحيوانات سواء قطط او كلاب ضاله؟ يعتمد على البلد اللي نتكلم عنه. الدول المتحضره قدرت انها تتحكم مثل ما قلت في مثل هذه الظاهره عن طريق اللي هو التعقيم او الاخصاء، اللي هو العمليات للحد من التكاثر. نعم. بايجاد لها حلول، ايجاد لها ما أبي أقول ملاجئ، هي مو ملاجئ، مثل محميات. أوكي. تحتويها وتكون هي عايشة بس بعيدة عن البشر لكن في مكان، وما شاء الله يعني إحنا بالكويت عندنا صحراء يعني كثر ما تقدر فيك إنك تسوي لها. صح. مكان تكون هي عايشة حياتها طبيعية لكن بعيدة عن البشر. نعم. فهذه الخطط اللي المفروض تبحث فيها المجموعة، وإحنا كنا متواصلين مع مجموعة في هولندا. هولندا من البلدان اللي ما تلاقي فيها stray animals ولا الحيوانات الضالة. انتهت هذه المشكلة بهذه الطريقة عن طريق. نعم. طبعا ياخذ وقت، ياخذ سنين. لكن وصلت إلى بر الأمان نقدر. نعم. نقول بالنهاية. نعم. طريقة إنسانية. أوكي. ففي مجال لحل هذه الظاهرة، لكن الجهات المختصة مفروض تتحرك، وأنتم عندكم الخبرة. نعم. أن تفتحون المجال يصير في تعاون، الكل يكون مرتاح بهالحالة. وفي على فكرة مجموعات صغيرة أيضا متطوعين ماسكين على نفسهم، حاملين على نفسهم عائق أو شايلين هم هذا الموضوع، فهم بدأوا. نعم. أنهم يسوون عمليات التعقيم حق الحيوانات اللي حوالينهم. نعم. اللي حوالين بيت أهلهم يعني، فيسوون كثر ما يقدرون يعني أنه للحد من تكاثر غير مرغوب فيها. حتى القطط تتعرض للأذى لأنه والله ما يبونها تكون موجودة. صح. صح. مع أنها يعني عابرون هذيلا مثل ما يقولون عندنا إحنا في الإسلام. إن المفروض أنه ما نأذيهم. لكن للأسف في ناس تتضايق من وجودها على سياراتها وما شابه، فما تحب انها تكون موجوده حواليها. صحيح. راح اتكلم بهالموضوع بتفاصيل اكثر، لكن خلينا نسولف عن اكونتكم في الانستغرام. في الحساب نفسه احيانا يعرض لنا مثلا هذه القطه للتبني او هذا الكلب عندكم للتبني، لكن احيانا تراون صور فيها كم الوحشيه. هل هذا يعني شيء عشوائي ولا في هدف من وراء ان شوفوا شنو قاعد يصير؟ احنا مو هدفنا شوفوا شنو قاعد يصير، احنا مو هدفنا تشهير بالكويت او بالكويتين او بالناس اللي عايشه في الكويت. احنا هدفنا هذه القضيه، خلينا ناخذها من جانب قصه اخباريه بشكل بحت. القصه بدات كذي، هذا الانقاذ اللي احنا الحين عندنا اياه، وهذا اللي قاعد يمر فيه، وهذا اللي محتاجه. فالفكره مو فكره بلبله، الفكره فكره هذا الشيء محتاج انقاذ، منو اللي يقدر انه هو يساعده؟ فالفكره لفت الانتباه عشان المساعده. للاسف مثل ما قلت، اذا اغلب الحالات اللي ننقذها تكون تعرضت لأذى وكون قاسي أكثر. فوايد نشوف يعني فعلا بعض الصور اللي تكون، وأحط تحذير أن اللي ما يحب يشوف هذه الصور لا يتصفح لأنه ممكن ينزعج. أحيانا حتى الانستغرام نفسهم يحطون تحذير. بالضبط. وأشجع بصراحة أنا على هذه الخطوة، الواحد يقدر يقرأ ويفهم شنو صار. صحيح. مها، إذا نبي نركز على الموضوع ونشوف الناس شلون تقدر تساعد من هالناحية، راح نشوف أن في بعض البوستات اللي تحطونها تحطون تحت مثل كابشن يقول إذا تبي تساعد أو تقدر، ترى لأن مكلفة العملية حتى المستشفيات البيطرية مكلفة ما هي سهلة. فبهالحالة هل أنتوا أحيانا تتلقون مساعدات من الناس؟ يعني أمانة الناس اللي قاعدين يساعدون
فئه صغيره جدا، قليله جدا ومحدده جدا، ومعانا ايضا من البدايه. يعني يعطيهم العافيه، احنا يمكن بدونهم نضيع لان ما راح نقدر نحن نتحرك. فئه صغيره قليله وموجوده ولله الحمد، وانا اخاف بس من اليوم اللي تتعب فيه من مساعدتنا لان مو قاعدين نحن نوقف ومستمره. انقذنا قبل يومين عزك الله كلب راك سينة فمكسور فكه من الصوبين، والكلب صغير بالحجم. هذا للحين ما عرضته، يعني انا راح اعرضه ان شاء الله. فهذا الموضوع اللي انا قاعد اتكلم فيه، مثلا انا متردده اني اعرضه لان ادري انه راح يسبب نوع من الـ نفس الشيء، ان الناس ممكن انها تركز على انه ليش وما ليش، ويكسر خاطرهم اكثر ما يركزون على مساعده. واللي يحب يساعد، احنا عندنا 5 مستشفيات في الكويت تقريبا، يعني نقدر نقول اللي احنا نتعامل معهم. 3 مستشفيات صغيرة، هذيلا احنا نتعامل معاهم من غير ما نطلب مساعدات لانه مقدور عليها، تطعيم، فطريات، اشياء بسيطة، جرح صغير، هذيلا احنا اللي نتعامل معاهم. المستشفى الكبيرة هي او المستشفيتين الكبيرتين هم اللي نضطر نروح لهم لان فيهم المعدات اللي محتاجينها، فيهم الدكاترة اللي احنا محتاجينهم حق العمليات الكبيرة، كسور وما شابه، فنضطر ان احنا نلجأ لهم بحكم ان يعني هم اللي قادرين انهم يساعدون. نعم. وهذه هي المكلفه فيها. نعم نعم. هل هذا من ناحيتكم انتم يصير التبرع ولا المستشفيات نفسها؟ تقدر تروح حق المستشفى، تقدر تتواصل، واحنا نحط ارقام المستشفيات ان اللي يحب يتبرع حق هذه الحاله، هذه الحاله موجوده في المستشفى الثانيه. تقدر تتواصل معهم على هذا الرقم وتقول لهم انا هذا القط او الكلب الاسم فلاني تحت انقاذ كير كويت، حاب اني انا اتكفى فيه، ايش كثر باقي لي على الفاتوره؟ فيقولون لك مثلا المبلغ. ممتاز. وتتبرع باللي تقدر عليه، تدفع 10 تدفع 100، ان هذا الشيء راجع حق الشخص مقدرته يعني بالنهاية. حلو. الفترة اللي فاتت كانت صعبة على الكل، كانت فترة صعبة على الناس من جميع النواحي، بالضبط، كورونا على السياحة، كورونا على المطاعم، كورونا على حتى على اللي أنت قاعد تشتغلين فيه اللي هو إنقاذ الحيوانات الأليفة، واللي يصير خصوصا بعد ما سمعنا من وايد ناس، خصوصا بالبداية الكل كان خايف مو بس أنه يسلم ويصافح غيره، كان خايف من الحيوانات اللي موجودة في بيوته. فبما أن هي قضية عالمية، الناس صار عندهم لا 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 لا، احنا بروحنا بالغصب، دايرين بالنا على نفسنا، طلعوا الحيوانات برا. ففي وايد ناس قطوا حيواناتهم برا. انتوا ككير كويت شلون تعاملتوا مع الموضوع؟ عدد كان مهول، اقدر والله اقولها، عدد كان مهول ومخيف اللي صار في الفتره الاولى. واحنا هم بحثنا وقاعدين ندور هل فعلا هناك ضرر من الحيوانات. نتكلم عن فيروس كورونا نفسه. نعم. بما يخص انه هو انتقاله حق البشر، اكتشفنا انه يعني ما كان في حالات سجلت من انتقال فيروس من حيوان الى انسان. كان في 3 حالات بس. أوكي. لها علاقه من انتقال من الانسان الى الحيوان. أوه. يعني احنا اللي سببنا خطر. أوكي. طيب انت لما تروح مستشفى ولا لما تروح عند اي طبيب هنا عندنا بالكويت، للاسف الشديد الاطلاع جدا كان محدود. فلما تروح ويقول لك والله انا عندي قط، يقول لك خلص منه تحسبا، يعني هو يبرد ذمته انه بس خلاص طالعه من بيتكم، فراح يسمع كلام الدكتور ما راح يسمع كلام مها. أكيد. ما راح يفكر انه والله مها راح تكون تعرف اكثر من الدكتور. لكن للاسف كانت هذه واضحه جدا، وسهل جدا كان البحث عنها بالاخبار والاطلاع، يمكن مجال يمكن الحب الفضول ان الواحد يعرف خبر يبي ويهمه. نعم. كان سهل لنا، ولكن الناس كانت معتمدة على كلام اللي تسمعه من الأطراف اللي هي تعرفها، خصوصا الأهل الكبار شوي بالسن. صحيح. تعرف العقلية. صحيح. شوي ما تقدر أنك تناقشها. صحيح. فكان في هناك تخلص كبير من الحيوانات، ونقطة مهمة، الحيوانات اللي تتربى في البيوت ما راح تعرف تدبر نفسها خارج البيت. صحيح. هي متعودة أحد يوكلها، متعودة أحد يهتم فيها، فلما تجي وتقطها بالشارع دبري رحالك، يعني ما راح تعرف تتصرف، للأسف أغلبها تموت أو نلاقيها إحنا على شفير الموت يعني بالنهاية. هل نسبة تبني الحيوانات الأليفة بالكويت بازدياد؟ لا مو بازدياد، فيه لكن محدود، وساعات تجينا أشهر ما حد ياخذ منها شيء. أوكي. القطط حظها أوفر من الكلاب، الكلاب قليل جدا جدا جدا، يعني أقدر أقول خلال 7 سنوات العائلات اللي أنا ارتحت أعطيها كلاب كانوا 8 عائلات فقط خلال 7 سنوات. هذا رقم جدا مخيف، وانا اساسا وايد دقيقه في انتقاء العائلات. أوكي. يعني أوكي. يهمني تكون العائله تعامل الكلب بطريقه معينه. يعيش في مكان معين، يكون في بيئه صالحه للتبني. وهذا شيء صعب ان احنا نلاقيه بالكويت، بحكم انه
يبون حق مزارع، يبون يحطونه بسطح، يحطونه بحديقه، يعني هذا انا شوي بحكم طبعا عادات وتقاليد بعض. ما زال مفهوم ان انا عندي حيوان اليف، وبهالحاله بالتحديد الكلاب، في ناس تخاف منه للحين، يعني في ناس تقول اوكي لا تجيبه صوبي، ولكن في ناس اذا شافتها من بعيد، يعني انا ذاك اليوم صديق لي قاعد يقول لي وانا قاعد امشي بواحده من مناطق الكويت، اللي يعني واحده من اكثر مناطق الكويت، فالمفروض ان الناس مر عليها الموضوع بشكل عادي، يقول لقيت واحد من بعيد قاعد ياشر لي هو وبنته، قاعد يقول لي لا تقرب صوبنا لا تقرب صوبنا. فهل هذا النوع من الخوف شخصي، ولا تحسين انه لازم يصير في مبادره، يعني بمعنى ثاني مبادرة أن أنتوا تروحون مدارس معينة مثلاً، وبعدين تنطلق من منطقة تعليمية إلى اللي بعدها، ويصير الموضوع في غرس هذه المحبة للحيوانات الأليفة، فالأطفال أحياناً يقدرون يغيرون أهلهم، فيقول لا بابا مثلاً أنا أبي ولا ما راح يأذينا وغيره، فيبدأ يعني وايد ناس أعرفهم كانوا بالبداية لا ممنوع، بس عيالهم صار عندهم، فتلاقين الأب أو الأم صار عندهم لا عادي تعال تعال، تعال هو الموضوع مثل ما قلت، اذا يا انه يكون قله خبره، يا انه يكون تجربه قاسيه مر فيها، يصير في عنده فوبيا، يصير في عنده رده فعل عكسيه تجاه الحيوانات. المشكله شلون تتعامل مع هالموضوع امام اطفالك، لان هذا راح ياثر عليهم بالنهايه. يعني ما يكون في اب يجيب ماي ويحطه حق قطو ولا شيء قاعد يشرب، ويكون الياهل قاعد يشوف، هذا ترى راح ينمي عنده شيء وايد مهم، وهذا اللي احنا نبي نوصلنا. نفس الشيء حق الاب اللي عرفت اللي مثلا يرفس حيوان قدام ابنه، او يخاف منه قدامه، وبين له ان في خوف وان هذا الكائن لازم ان انت تخاف منه، يصير في رده فعل عكسيه اوتوماتيكيا عند الطفل. صح. خلاص راح يكون كابر على هالاساس. صح. فدور الاهل جدا مهم في التوعيه، احنا ما نلوم الناس اللي تخاف. نعم. لكن نحاول نتحكم في هذه المشاعر مع الاطفال، والناس اللي تخاف طبعا في طرق انها تقدر تتغلب عليها، واعرف انا ناس قريبين علي يخافون من الحيوانات، لكن يجون عندي عشان يتغلبون على مثل هذه المشاعر، ففي ناس تحاول وفي ناس ما يهمها فما تتعامل مع هالملف، اذا نقدر نقول بحياتها. الموضوع وايد وايد بسيط، بس بنفس الوقت بما انه وراه فوبيا فمثل ما انت قلتي ممكن يكون وايد صعب، واحنا نتفهم هالشيء. يعني انا في عندي فوبيا من اشياء احس اني ما اقدر اني احلها. أوكي. فاوخر عنها، فاتفهم لما الناس يكون عنده فوبيا من شيء. نعم. مو عارف شلون يتعامل معه. انا عندي وحده قريبتي تقول اخاف حتى لما يطالعوني احس هذا معناته هجوم علي. فانا افهم هالشيء، لكن نحاول نحترم احنا هالشيء اللي قاعدين يمرون فيه، بنفس الوقت في طرق للعلاج ممكن الواحد يلجا له. وهم يعني بعض الحيوانات حسبي الله عندها خوف بسبب مثل ما البشر خايف من الحيوان، الحيوان احيانا خايف من البشر. اغلبهم ترى يخافون. يس. اغلبهم يخافون منه. يمكن التجربه اللي هم مروا فيها وخلتهم في مكان احنا رحنا انقذناهم فيها يحتاجون وقت على بال ما يتعودون ويرتاحون حق البشر. صح. بالفتره الاخيره هم بسبب يعني الاكونتات اللي اكثر شيء لنا يمكن بالدايركت مسج بالانستغرام وغيره، هو حق مثلا قطوتين كيوت شكلهم مع بعض، او مثلا كلب قاعد يساعد صاحبه او شيء كذي، فهذه الاشياء لان لها قبول وايد عند وايد ناس، في وايد ناس صار عندهم قبول ان يروحون يشترون، والاسعار ما هي رخيصه وما يتبنون يشترون بيوم وليله، لان الاهل مو راضيين يقطونهم بالشارع. صح. فهل هذه الظاهره الشراء او التبني عندك جانب منها تفضلين على الثاني؟ طبعا اكيد انا ضد استغلال الحيوانات للربح المادي بشكل عام. ما اشوف يعني حتى احنا لما مثلا نعرض للتبني ونطلب مثلا مبلغ اللي مساعدتنا في الاتمام، المبلغ هذا يغطي التعقيم اللي هو العمليه اللي، لان كل حيوان يعرض للتبني يكون مطعم ومعقم ومسوينه طبعا اكيد المايكروتشيب عشان يتسجل في المستشفيات. نعم. هذا المبلغ اعلى وايد من المبلغ اللي احنا نطلب من الناس تساهم فيه في حال تبنت من عندنا، فالموضوع مو بيع وشراء، الموضوع مساهمه. نعم. ماديه تساعدنا في ان احنا نكمل المشوار. نعم. حتى ما يغطي نص المبلغ اللي احنا نقطع على الحيوان اللي يعرض للتبني. بيع والشراء انا اشوف ان انت في بلد اساسا في مشكله. نعم. انت عندك مصيبه اللي هي تكاثر الحيوانات غير المرغوب فيه. نعم. يعني اوريدي عندك انت، فانت تساهم في انتاج وبيع وشراء وتقول لي والله انا قاعده اعطي ناس مهتمه، انت ما تدري يعني القط بس عمره 15 سنه، العمر الافتراضي للقط انه هو يعيش لمده 15 سنه في حال ان انت اهتميت فيه بالطريقه الصحيحه. نعم. ف 15 سنه تضمن ان هالناس راح تأتمن هالامانه لهذا الكم من السنوات. صح. الطريقة الصحيحة انك تعرف ان هذا الشخص من ماضي، هو وين كان قبل؟ هل كان في عنده حيوان؟ شنو صار فيه معه؟ متى مات؟ وشلون كانت فترة احتضانه لهذا القط؟ فتعرف تعطي هذا الشخص او لا. نعم. اللي بيع
يبي الفلوس. صح. فالأسئلة تخف، يعني ما يكون عنده أي اهتمام شنو راح يصير. صح. المهم إنه خلاص عكس التبني بهالحالة. ويوصلنا على فكرة العديد من الناس اللي تتواصل معنا على السوشيال ميديا إنها أخذت قط مريض تبي ترد حق صاحبه، صاحبه ما قاعد يرد عليهم لأنه خلاص استلم فلوسنا. هذه وايد تصير في مثل هذه الحالات. نعم. فالبيع والشراء والإهداء، لما أنا أجيب لك هدية. ايه؟ طيب أنا أحب القطط وأنت تحب القطط، ايه؟ بس مو معناته إن أنت ملزوم إن أنت أو مستعد. بالضبط. بالضبط. فهذه عندنا مشكلة كبيرة، إن أنا أروح أعطي شخص هدية و بدون ما أعرف، يعني عندي إن كتيبة حق مثلا ملجأ أو حق فريق إنقاذ وتقول له نق القطة اللي أنت تبيها هذه هدية مني لك. صح. أحسن من إن أنت تجيب له قطة وتقول له يلا هاك هذه، يعني حتى هي كيمستري يعني بالنهاية. صحيح. لازم يكون في تواصل. صح، لأن أنت حتى لما تدخلين مثلا محل الحيوانات الأليفة تشوفين اللي تحسين إنك ارتحتي له. في كونكشن يصير. بالضبط. صحيح. بالضبط. باختصار، مع كل اللي قاعد يصير من مشاكل بالتعامل مع الحيوانات الأليفة اللي ينقطون بالشارع وغيره واللي يتعرضون للتعذيب، في قانون يعالج هذا الموضوع، ولكن هذا القانون يحتاج بجملة أو جملتين منك أنت صاحبة خبرة، شنو اللي لازم يصير عشان تنحل هذه المشكلة حتى لو بشكل بسيط مو بشكل جذري؟ مو جملة، هي كلمة، تفعيل. كلمة. تفعيل. أن يفعل القانون بشكل رسمي. نعم. بحيث أنا لما أنا أروح مخفر أقول والله في واحد رمالي كلب بسهم صيد وعندي السهم ونعرف من هم الشباب، طيب ان احنا نقدر ان احنا نسوي شيء، لان اللي سووه شيء خطر على المجتمع ترى، مو بس على الكلب. صح. يعني انك تتسلف انك تجيب كلب وترميه بسهم صيد سمك. نعم. شيء يخرع. صح. اللي مستعد يسوي هالشيء مستعد يقتل البشر. وهذا على فكره. نعم. دراسه. نعم. عالميه ان. نعم. الانسان صغير بالعمر يتلذذ بتعذيب الحيوانات، هذا راح ينتقل الى مرحله. صح. خطره في المجتمع. صحيح. وممكن هو يؤذي اطفال. نعم. فيجب الالتفات لهذه الفئه اللي تؤذي الحيوانات، خصوصا فئه الشباب. نعم. اللي تؤذي عمدا، انا اتكلم مو اللي بالغلط دعم ولا لا، اللي تروح وتتعمد اذاها بطريقه وحشيه، واحنا شفنا. نعم. اشياء بصراحه تخرع. نعم. فهذه الفئه يجب ان يلتفت اليها، ونقطه اولى. والنقطه الثانيه القانون، لما انا اروح اشتكي يكلموني بما هو نص عندنا احنا في قانون الجزاء. أوكي. مو بشنو مشاعر الشخص المتلقي للبلاغ. في قانون والله نمشي عليه. إيه لا. في قانون. أوكي. يجب ان احنا نمشي عليه، وهذا بس الشيء الوحيد. ممتاز. اللي انا اتمنى انه يصير. سؤال اخير، بالفتره الاخيره لاحظنا ان في هبه جديده غير اسكم الله الحيوانات والقطط، هي الحيوانات البريه. اللي بالاساس بيئتها الطبيعية هي الطبيعة نفسها. صحيح. مو بيوتنا. صح. شلون نتعامل مع هالموضوع ومدى انتشاره؟ أيضا بجدية وبتنفيذ القانون، يعني هناك في لائحة معينة تمنع دخول حيوانات إلى بلد إذا ما كان لي مثلا حديقة الحيوان أو اللي جهة معينة رسمية في البلد. إحنا عندنا قاعدين نشوف العديد من الناس اللي يقتنون حيوانات برية وفي أشكالها أساسا على الإنستغرام وما شابه، يبيعون حيوانات ما المفروض تكون موجودة في الكويت، لكن قاعد يصير هذا الموضوع وما قاعد يصير فيه أي تشديد قانوني من هذه الناحية. وممكن جدا أن يشدد القانون بموضوع بمجرد الاطلاع على بعض اللوائح العالمية اللي تمنع بيع واستيراد الحيوانات البرية والحيوانات المعرضة للانقراض. هذا شيء قاعدين نشوفه، احنا البابونز قاعدين نشوفه بشكل رهيب، واضطرينا فعلا ان احنا يمكن انقذنا 9 بابونز بس 4 منهم اللي عاشوا، لانه يوصلون لنا بحالة يعني انه خلاص ميتين، فبس 4 منهم اللي قدرنا ان احنا نرد فيهم الروح. نعم. وللاسف الباجي كانوا خلاص يعني مجرد يوم يومين 3 ايام، في واحده قعدت عندها 3 اشهر، لكن بالنهايه خلاص يكون تو ليت بسبب سوء التغذيه. يعني مو بس انت قاعد تجيبهم الكويت غلط، ايضا اهتمامك فيهم غلط. نعم. يعني يوكلونهم غلط، طلع في انترنت انت الحين جبته وصلته هني، على الاقل اهتم يعني. نعم. انه. نعم. تحمل حجم الامانه اللي. صح. انت ملقاه على عاتقك. صح. وبالتالي عندنا طبعا مثلا الاسود، ما الاسود وما شابه، يقول لك والله هديته لاني ماني قادر اني اوكله. انزين يعني في من البدايه انت عارف انت جايبه صغير وكيوت. صح. طب راح يكبر. صح. يعني اكيد راح يصير، يعني مثل ما قلنا تعيش لارقام يعني كبيره. الحصن. نعم. الناس اللي قاعد تهمل الخيول مثلا. النياق، في يجب ان يكون فعلا هناك بس مجرد تنفيذ مثل ما قلت للقانون، والاطلاع على اللائحات العالميه وتنفيذها على ارض الواقع في الكويت. وانتم ما تقصرون. يعطيكم. وانتم ما تقصرون، لان انتم ناس لك ايدكم بالشغل نفسه بالتجربه نفسها، فوجود قانون وخبره من ناحيتكم راح يساعد بشكل كبير بحل هذه المشكله. شكرا لك طلال على تسليطك الضوء على هذه. شكرا مها على وجودك معنا. مها الخطيب مؤسس فريق كير كيو 8 التطوعي، قاعد تسوون جهد جبار. كل المطلوب هو بس ان الجهات المختصه يحطون ايدهم بيدكم عشان تقدرون تاخذون الموضوع الى المستوى اللي الكل يكون فيه مرتاح ان شاء الله. شكرا على وجودك معنا. اهلا وسهلا فيك. شكراً
مع الخطيب مؤسس فريق كير كيو 8 اللي يساعد الحيوانات الأليفة المتضررة من البشر. يا جماعة نقدر نسوي وايد أشياء عشان نحل هذا الموضوع، وبالنهاية إذا احنا ما سوينا شيء كير كيو 8 هم اللي يسوون هذا الشيء، ويعطيهم ألف عافية. شكرا على وجودكم معنا في من يستحق الشهرة. نشوفكم بالحلقة الجاية.